كلنا كنا مواطنين مصريين وكلنا زي بعض في أيام مستحق أن تظهر العذراء مريم في وجود قداسة البابا القديس العظيم البابا كيرلس السادس، وظهرت في جلستها اللي باسمها اللي في الزيتون، وقعدت فترات طويلة جدا تظهر وتتجلى على قباب الكنيسة. ولولا أن عبد الناصر رآها بعيني رأسه من خلال الفيلا اللي قدام الكنيسة العذراء بالزيتون، ما كانش سمح ولا أعطى جراج هيئة النقل العام اللي كان قدام الكنيسة اللي أصبح حاليا كاتدرائية السبع عذراء في الزيتون، ما كانش اداه هدية للكنيسة تبنى فيه أكبر كاتدرائية باسم العذراء مريم في الزيتون قصاد كنيستها الصغيرة، لأنه شاف بعينيه ظهور العذراء مريم. في أثناء ظهورها، في فترة ظهور العذراء مريم في الزيتون، كنيسة في الزيتون، ياما معجزات يا أحبائي تمت وكانت بتنكتب في الجرايد المصرية، مش في الجرايد المسيحية، في الجرايد في الأهرام والأخبار والجمهورية، كانت بتعلم بالأسماء. وفي ناس كتير منهم جدا إخوة أحباء مسلمين كانوا بيروحوا لعذراء مريم وكانت بتعمل معاهم معجزات يا أحبائي، شفاء أمراض مستعصية. لأن شفاعتها مقبولة جدا وابنها الحبيب لا يمكن يرفض لها طلب. العذراء مريم بعد كده ظهرت في كنيستها كنيسة القديسة ديميانا اللي في أرض بابا دوبلو، وظهرت أيضا في العذراء بالوراق. وأنا فرحت جدا لما سمعت الدكتور المحب خادم المسيح الدكتور سامح موريس الذي يخدم في كنيسة القصر دوبارة، فرحت جدا لما سمعته بيتكلم ويدافع عن حقيقة ظهور السيدة العذراء مارت مريم في كنيستها اللي في الوراق. شخصية عظيمة يا أحبائي. العذراء لا يستطيع أحد ولا يجرؤ أحد أن ينكر شفاعتها وصلواتها المقبولة فينا كلنا عندنا الحبيب، إلا الناس اللي سلموا ذهنهم للشيطان، إلا الناس اللي سلموا ذهنهم إلى ذهن مرفوض من الله، إلا الناس اللي فقدوا محبتها وفقدوا شفاعتها وبركتها في حياتهم. يا أحبائي العذراء مريم بتعمل معجزات مع الكل، مسيحيين ومسلمين بدون تفريق، هم دول سمات ولاد ربنا، ما عندهمش تفرقة، عندهم حب للجميع يا أحبائي بدون استثناء. بتعمل معجزات، ياما معجزات عملتها العذراء مريم مع الجميع، وشفاء أمراض مستعصية كثيرة جدا. يعني مرة في كنيستها في كنيسة القديسة ديميانا اللي في أرض بابا دوبلو لما ظهرت فيها، واحد داخل مقعد مشلول على عجلة، داخل على عجلة جاي وكان فيه زحام، جاي ومتيقن إنه لما هيروح الكنيسة هيرجع منها واقف على رجليه، مجرد إنه وصل على باب الكنيسة، وصل على باب الكنيسة زقينه بالعجلة، ها؟ وعنده هذا الإيمان في شفاعة العذراء مريم، مجرد إنه وصل على باب الكنيسة بص لقى العذراء مريم واقفة له على الباب، راح قايم عشان يسلم عليها، دخلت العذراء مريم جوه، دخل وراها جري وشفي تماما دون أن يدري أنه شفي تماما، وساب الكرسي في الشارع ودخل. يا أحبائي العذراء مريم شفاعتها مقبولة وقوية جدا عند ابناء الحبيب. يا عشان كده كنيستها عظيمة الأرثوذكسية دايما تطلب شفاعة، نصلى ساعة من ساعات الأجبية، صلوات السواعي، صلوات الأجبية السبعة، في نهاية كل صلوة لازم في صلوة خاصة نطلب فيها شفاعة العذراء، في كل صلوة بدون استثناء خاصة بالعذراء مريم، اللي شفاعتها قوية ومقبولة عند ابناء الحبيب ربنا يسوع المسيح. عشان كده بتقول هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. احنا بنطوبها، بنمجد طهارتها وقدستها، بنمجدها لأنها أم الله اللي تشفع فينا الليل والنهار عند ابناء الحبيب. ولما بتحب بتحس إن في مصايب جاية علينا بتيجي بتظهر عشان تعزينا وتشددنا وتشجعنا وتهيئنا إن احنا نحتمل وما نخافش، لأن جاي خير كتير بس.
بتيجي تعضدنا بظهورها والكل بيتكلم والكل بيشهد ليها انها جات تعمل ايه؟ جات تشفي امراض، جات تقبل صلواتنا، جات تقول لنا اطمنوا انا عيني عليكم مش ناسياكم ولا سايباكم. في ناس بتخاف من الاحداث، في ناس خايفه من الاحداث اللي حصلت في مصر، في ناس خايفه من نتائج الانتخابات اللي حصلت في مصر. انا احب اقول لكم العذراء امنا عينيها علينا تشفع فينا الليل والنهار عند السيد المسيح. طبعا هم ما عندهمش فوق ليل، نكون بالنسبه لنا احنا الليل والنهار تشفع فينا باستمرار، بتصلي من اجلنا وبتيجي تزورنا عشان تقول لنا انا اهو ما تخافوش. ثقوا تماما ان في خير كتير جدا جاي لمصر. ثقوا تماما ان هيتمجد اسم الرب يسوع في وسط ارض مصر. ثقوا تماما ان محدش هيقدر يأذي ولاد المسيح في ارض مصر. ثقوا تماما ان العذراء مريم مش ممكن هتتخلى عن ولادها، استحاله، ده ضرب من الخيال. اطمئنوا جدا يا احبائي ان العذراء مريم واقفه وبتصلي من اجلنا وبتشفع فينا وشفاعتها مقبوله. انتوا فاكرين؟ مش هتتاكدوا من هذا الكلام قوي. فاكرين لما كان لسه المسيح الارمادي ما بداش خدمته الجهريه وحصل عرس في قنا الجليل وكانت معايا العذراء مريم والتلاميذ. اما دخل العرس والخمر عندهم خلصت، السيد المسيح الارمادي اتقدمت له العذراء مريم وقالت له ايه؟ قبل ما تقول له حاجه الناس جم قالوا لها، قالت لهم املوا الاجرام ميه واللي يقولوا لكم اعملوه. وراحت لابنها الحبيب قالت له ان يعني الناس دي عايزه الميه خمره ما عندهمش والاجرام مليانه ميه اعمل لهم معجزه واملاهم. ما قدرش يرد لها الطلب. قال لها لم تاتي ساعتي بعد. يعني لسه ما بداتش خدمتي الجاريه، لم تاتي ساعتي بعد. لكن ما قدرش يكسر الطلب. وبالرغم لم تاتي ساعته بعد عمل الخدمه الجاريه الا انه حول الماء الى خمر. قالوا له روحوا اشتقوا استقوا خمر افضل بكتير من الاول بكذا اولي. حتى رئيس المنتجع قال الناس تجيب الخمره الحلوه الاول وانت تجيب الارض انتوا جايبين الحلوه في الاخر ليه؟ طبعا خمره لا تسكر، مشروب لا يسكر، خمر بايد الله نفسه يا حبيب الخالق. شفاعتها مقبوله ولا يمكن السيد المسيح في طلب وهي بتشفع فينا وبنطلب شفاعتها باستمرار. يا عذراء مريم، يا عذراء مريم ما تسيبناش، يا عذراء مريم اشفعي فينا، يا عذراء مريم اشفعي عند ابنك الحبيب من اجلنا، من اجل شعب مصر بالذات، من اجل العالم كله، من اجل ولادك اللي في العراق، ومن اجل ولادك اللي في لبنان، ومن اجل ولاد شعب المسيح اللي في كل مكان في العالم. ما سيبناش، بتظهر لنا وتقول لنا ما تخافوش انا معاكم وانا جبت لكم نفسي عشان اطمنكم. هو ماذا منذ الان